مين يا ريس؟ يا جماعة ما في حدا كبير عن موت. هاي عمي الزعيم وصالح راح الله يرحمه، وأبي الله يرحمه راح، وكتير من الناس رايحين الله يرحمهم. الله يعفي عنا يا حق. اي نعم يا أبو كامل، وإذا الكريم مضى وولى عمره كفل الثناء له بعمر ثاني. لكن كان يا شيخي، يعني الإنسان شو له غير ريحته الطيبة بين الناس؟ إلهي إلهي يحسن الختام. أبو كامل، أنت شايفه أول مرة للزعيم أبو صالح الله يرحمه؟ قصدي دعاه؟ يعني بذكره ملامح هيك بتخيل قدام عيوني، بس من كتر ما بتحكي عنه الناس وبتحبه بحس حالي بعرفه كتير. أحيانا بحس حالي كأني شايفه قدامي. صب قهوة يا بدر. الله يرحمك يا طيسير. السلام عليكم. وين أم ممدوح؟ أم ممدوح؟ إن شاء الله العمر لك تبين حياتها. إلهي يجعل بسمة الجنة. صحيح كانت أم تيسير أخوك، بس كانت أخي وأبي وعائلتي كلها. الله يرحمه. كان حبني خيرات الله. تعيش يا نمس، تعيش. قال كان يحبه، قال مو بزمانه لقطه نازل على بيته وخبر عنه الكركون.